سوق اللوازم المدرسية وتلقى رواجا كبير بعد فترة ركود دامت 3 أشهر. تحضيرات من باعة وملاك هذه المحلات من خلال توفير كل الحاجيات المدرسية لجذب أكبر عدد من الزبائن. هذه فترة طبعا إقبال بالنسبة للأسر وبالنسبة طبعا للتلاميذ على مثل هذه البضائع، طبعا المحفظات والدفاتر وطبعا الأدوات الأخرى. نشهد في هذه الفترة طبعا إقبال كبير من الأسر على هذه التجارة، وخصوص هذه طبعا فترة الافتتاح. الطلاب وآباء التلاميذ يسابقون الزمن من أجل توفير كل الأدوات قبل الافتتاح والتحضير لعام دراسي يحدهم الأمل في أن يكون عام نجاح وتفوق. كنا نشتري أدوات المدرسة في محل السوق واشترينا كثيرا منها. جاي المرسامين نشتري كرني وأدوات المدرسية، من قبل المدرسة وشريت الصك بكون عاد متفوق إن شاء الله. هنا إحنا جينا اليوم هون للمرسى، يعني كنا نشتري أدوات المدرسة للتركي، نختارهم يحضروا في بداية المدرسة. شينا لهم أدواتهم كاملين وقلومتهم الحمد لله. سوق الملابس أيضا شهد هو الآخر انتعاشا كبيرا بعد عودة الأهالي من العطلة الصيفية، بعد أن طلت المدرسة برأسها معلنة نهاية موسم الانتجاع. مواطنون يقتنون أنواع الملابس بمختلف الأحجام استعدادا لموسم الدراسة، وتجار لم يخفوا ارتياحهم من الإقبال. هذه الفترة ناس كاملة مقبلة على الأسواق كاملة تشري تجهز لعام دراسي جديد، نشروا لباس ونشروا دفاتر ومستلزمات مدرسة كاملين وأدوات وذا كامل نشروا نجهزوا للعام إن شاء الله اللي يبارك إن شاء الله. بدأ العد التنازلي إذن لانطلاق الدراسة، وحانت لحظة الجد والمثابرة لتحقيق مستقبل أفضل والمشاركة في بناء الوطن. دوليا قالت خدمات الإنقاذ